أكد حاكم مصرف لبنان رياض سليمي أن جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وليس انتهاءا بمجلس الدفاع الأعلى. وقال سليمي في مقابلة عبر إذاعة لبنان الحر: أبلغت الجميع بأنهم إن أرادوا الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي فعليهم إقرار قانون في مجلس النواب يسمح لنا بذلك. وغمز سليمي من قناة الذين يتهمونه بافتعال أزمة قائلا إن سبب استفحال الأزمة هو تعطيل تشكيل الحكومة منذ سنة. قصة التوقف عن تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة للبنوك لا نمول استيراد المحروقات، هل قرار هيدا بيرتبط أساسا بإمكانيات مصرف لبنان؟ فحلو كتير التنظير، ولكن إذا وصل الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية اللي موجودة لدى البنك المركزي إلى الخط الأحمر اللي إذا تعديناه بنكون عم نخالف القانون، فاليوم البنك المركزي مضطر إنه يوقف تمويل هالاعتمادات ويعطي البديل. أعطينا بديل. أعطيتم بديل؟ أكيد أنه يصير في تشريع بمجلس النواب بيسمح لمصرف لبنان يستعمل التوظيفات الإلزامية لا يمولوا في استيراد المحروقات.